مساعي وتحركات لنبذ التعصب الرياضي وتجفيف منابعه. وأيضا في ياهلا لهذا المساء تكشف حقائق جديدة لإلغاء مسرحية من إنتاج خليجي، والجماهير تطالب بإعادة أموالهم، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة كما تعودتم في ياهلا. يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهالموضوع، حيث أكد متخصصون في الرياضة والتربية على وجوب الوقوف على ظاهرة التعصب الرياضي في المملكة والتصدي لها قبل أن تتسع دائرة ضررها على المجتمع. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كلمة له قبل أيام أكد أن الشباب سفراء لبلدهم ومجتمعهم، وعليهم مسؤولية كبيرة، فالنشأ يتابعهم ويتأثر بهم، وعليهم أن يكونوا قدوة حسنة. هالموضوع بنفتحه، لكن بعد ما نتابع حنا وياكم هذا التقرير. يلحظ المتابع للكرة السعودية في الفترة الأخيرة تصاعد الحساسيات الرياضية بين الأوساط الجماهيرية والخروج عن مفهوم التشجيع الرياضي، ويظهر ذلك جليا في مواقع التواصل الاجتماعي. فلم تعد كرة القدم للمتعة والتنافس الشريف، بل أصبحت وسيلة للتشفي ونشر الشتائم وفرض العضلات أمام الآخر. الجهل والإفراط في التعصب الأعمى للون معين خلال السنوات الأخيرة تحديدا للجيل الجديد، ومع ثورة الأجهزة الذكية التي كشفت لنا إلى أي مدى من الممكن أن يوصله لنا التعصب، فهذا المقطع لعاقل أعماه التعصب وكادت حماقته التي أراد أن يضحك بها زملائه أن تتسبب في خاتمة لا تحمد عقباها. هذا واحد من ضحايا النصراوية، هذا هو، ها شوفه يبكي يبكي. هذا واحد ضحايا النصراوية يبكي. يا باشل ما يكون أني أبو عجل الشبع شبا يا فاشل. أكتم بالله ما تأكل ما تفضل. أكتم بالله بك بك أكلك بك بك فاشل. التعصب الرياضي قضية اجتماعية، حلها ليس بمقالة يكتبها ناقد رياضي الذي ما ينتهي من مقالته التي يحذر بها من التعصب حتى يذهب لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ويخرج بكتابات وصور تنشر التعصب والاختناق بين الجماهير تستغرب أن تقراها لمراهق صغير في السن، فما بالك بمن بلغ من العمر عتيا. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في اجتماعه الأخير مع فئة الرياضيين أراد أن يضع كل واحد أمام مسؤولياته وواجباته لحماية جبهة الوطن الداخلية، وألا ينخرها أحد بشعارات التعصب والتنافر والتنابز وبث روح الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد. للحديث حول هذا الموضوع الحقيقة المهم جدا وبالتحديد في مثل هذا التوقيت انضم معنا في الاستوديو الكاتب والتربوي الأستاذ محمد السحيمي، وكذلك ينضم معنا الناقد الرياضي الأستاذ فيصل الجفن. حياكم الله معنا. خليني أبدأ معك محمد، يعني شفت التقرير؟ نعم. ويمكن كان في وسط التقرير هذا الطفل اللي استفز أبوه وراح بيطلع السلاح على أبوه. معقولة وصل التعصب الرياضي عندنا حتى في الأطفال إلى هالدرجة؟ المشكلة ليست في التعصب بمعنى الحب، مشكلتنا أن التعصب عندنا أصبح مبنيا على الكراهية. فيما مضى كنت أشجع الفريق الفلاني وأتمنى أن يفوز وأبتهج إذا فاز وأفرح وأذبح الذبائح،
الآن صرت أفرح وأذبح الذبائح لهزيمة الفريق المقابل. إذا مشكلة التعصب أنه الآن أصبح قائما على الكراهية، أما الحب فمنذ خلقنا الله ونحن نعرف يعني الانتماء هذا في دم الإنسان، طبيعة بشرية، يحب ويكره، يتعصب لمن يحب ويتمنى له الخير. أذكر لك وهو مشكلة عالمية، ويوافقني لعل الأستاذ فيصل، هي مشكلة على التعصب موجود في العالم. أذكر سنة 2009 تحب تنس الطاولة، تنس الأرضي؟ ما تحب تنس الأرضي؟ أنا أحب. أنا متعصب لروجيه فيدرير، اللاعب السويسري الأنيق جدا في التنس الأرضي. 2009 كان يقابله لاعب أمريكي على النهائي، استمرت المباراة من يعني حوالي 5 ساعات، من 4 العصر إلى 9:30 بالليل 10، سلموا الجوائز 10. لأن المباراة هذه ليست نهائية فقط، بل يحطم بها روجير فيدرير الرقم القياسي الذي المسجل باسم بيت سامبراس الأمريكي، وكنت أحبه وأتعصب له أيضا. اللاعب الأمريكي، لاحظ اللاعب الأمريكي المقابل لروجير فيدرير ماذا قال حينما أعطوه الميكروفون ليتحدث بعد نهاية المباراة؟ بدل ما يقول مبروك يا روجير فيدرير، قال أنا آسف يا بات سامبراس، خذلتك اليوم. لاحظ العنصرية والتعصب لابن بلدي، إني أريد أن يظل الرقم باسم بلدي. هذا لا، ولم ينقد عليه أحد، ولم يعترض عليه أحد، لأنه انتماء وحب. المشكلة عندنا إقصاء الآخر للأسف. والآن يعني أصبحنا في منظومة من الكراهية للأسف. التعصب الرياضي الذي رأيته الآن في الأب الذي طار يلاحق ابنه هو نفسه التعصب العنصري العرقي، يعني الذي جعل شقيقا يقتل شقيقته لمجرد أنها طالبت بحقها الشرعي في الزواج من رجل ترتضيه هي، وكان يريد أن يعضلها. العضل هذا هو التعصب مبني على الكراهية أيضا. التفجير، ما الذي يجعل شبابا في سن 16 سنة و20 سنة، متى الآن استوعب أن هذه الفئة كافرة، أن الشيعة رافضة وأن السنة ناصبة؟ متى تعلم أن تفجير الشيعة في مسجد بيت الله من بيوت الله، أن هذا التفجير سيدخلني الجنة ويعني ينقلني إلى الحور العين مباشرة؟ من أين تعلم هذا؟ من أين استطاع أن يعرف هذا؟ لولا أننا للأسف أرضعناه هذه الكراهية في البداية. فالكراهية طاقة يصرفها الولد في أي مكان. طيب فيصل، كيف تقيم خطورة هذا الموضوع؟ الموضوع وصل إلى يعني أكبر قائد في الدولة خادم الحرمين الشريفين في اجتماعه مع الرياضيين أكد على أهمية الاهتمام بالنشء وأن يكون قدوة قدام يعني أمام النشأ. معناته الموضوع فيه خطورة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء استغل فرصة أني تشرفت بوجود حلقة واحد مع السادة محمد، وأقول إنه المقدمة اللي قالها يمكن لخصت أشياء كثيرة. يعني أنا أعتقد إنه هذا هو التشخيص المناسب لما يحصل في الرياضة. تتذكر خالد تكلمنا قبل فترة الأسبوع الماضي بأنه إحنا ننتقم لأنفسنا، لأنه لا نريد للآخر الفرح أحياناً. أوقات نلاحظها في 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 ردة الفعل لما نتكلم عن دولة أخرى، أو لما نتكلم مثلاً ويكون فيها مناوشات. تشاهد يعني نبدع في هذا المجال، وقد يكون هناك من اعتقد بأنه مجتمعنا من أعلى المجتمعات على مستوى الوطن العربي تحديداً بإيجاد هذه الروح النكتة، فإحنا نسخر من الآخرين، لذلك هذه موجود. هذا يعني تشخيص تكملة لما تفضل فيه السادة محمد. لكن ليش وصل إلى أنه يكون القائد الأول في البلد يتكلم ويحذر من التعصب؟ أنا خلينا أقول أنا خالف حتى لو كان القائد الأول، هي أوصلت للمسؤولين في البلد بأنه تعصب وليس تعصب. أجل. أنا مع التعصب مثل ما قال الأستاذ محمد. هي فعلا هي كراهية، هي تؤسس لأجيال يكرهون فرح الآخرين، هي تؤسس يعني أكبر مثال، وما نبغى نتكلم من فراغ، عندنا مثال قبل شوي اللي في التقرير، طفل صغير ما مدى يركز هل هو صحيح ومع مين، مع أقرب الناس اللي هو والد. وشاهدنا مقاطع كثيرة، اليوتيوب موجود من هذه المقاطع الأشياء الكثيرة. لكن لماذا وصلنا لهذه المرحلة؟ هي كانت مرحلة قديمة،
احنا وصلنا لها بسرعه كثيره لوجود التواصل الاجتماعي اللي صار يعني جل حياتنا تكون في هذا الجانب، لذلك اظهرت خفايانا بهذه السرعه واللي هي موجوده، حتى كانت موجوده عند مسؤولين كانوا يعملون في الاعلام في الصحف والملاحق الرياضيه وغير رياضيه، وحتى لو نتكلم مثلا الان لو بطلع من هذا المجال واتكلم مثلا ملاحق اقتصاديه اكتشفنا حتى انه في صحفيين يطبلون لبعض التجار لانهم يستفيدون منهم، فهذه صارت مشكله عامه موجوده، لكن لاننا في الرياضه نعتقد انها موجوده فقط في الرياضة. أنا عندي كلمة قبل يعني ما ندخل في هذه المواضيع كاملة، أنا أقول أنه اللي قاعد يصير يؤسس لجيل إحنا قد يمكن نحتاج سنوات كثيرة لتعديله، ما زال الوقت الآن موجود بأنه نعدل باعتراف، إذا في القائد الأول يقول حافظوا على ردة الفعل، أنتم الكلمات اللي تطلقونها لها ملايين المتابعين والمشاهدين والمتأثرين، فأنا أقول إحنا لازم نحافظ على هذا الجيل من الآن. قالوها في يعني في اخبار صحفيه كثيره وكتب علميه، وحتى قالها سمو الرئيس العام الفتره الاخيره بانه الرياضه توفر علي مئات الملايين من ناحيه الصحه، فانت قاعد تتكلم عن عمل مؤسساتي عمل حكومي وليست مجرد ترفيه او لعبه، الاهتمام في هذا الجانب. ما اقول احنا عندنا ايضا عندنا ميزه اخرى ليست موجوده في اي دوله، بانه عندك شعب يحب الكره فهو جاهز، يحب الرياضة فهو جاهز، هو يحتاج فقط العمل. أنا أعترف من هذا الجانب ناهيك عن التعصب والملفات كثيرة في أن الدولة مقصرة بهذا الجانب من ناحية ترفيه الشباب ومعرفة إيش راح يأثر عليهم بالمستقبل، هم أهملوهم، ولكن نحن في مرحلة تصحيح. طيب محمد خلينا نتكلم بكل صراحة، وأنت تربوي وأكيد يألمك يعني نشوف مثل هالمشاهد اللي وصلنا لها الحقيقة، موضوع التعصب وازدراء الآخرين وربما الكراهية المزروعة، يعني وش اللي وصلنا لهالمرحلة؟ أسألك بالله من هم المسؤولين عن المصيبة اللي حنا فيها؟ كلنا مسؤولون، المسؤولية الأولى طبعا والأخيرة والنص نص تقع على الدولة. المجتمع عندنا يعني من الصعب أن تسلمه القرار، لا يوجد لدينا رأي عام ولا توجد لدينا أغلبية مثلا تنويرية أو مثقفة أو نخبة في البلد تستطيع صناعة القرار. منذ خلقنا الله ونحن نعرف الدولة هي التي تقود البلد وهي التي توجه الدفة إلى حيث يريد. الدولة مطالبة بسن قوانين، هذه القوانين كان يجب أن تسن، وللأسف بعضها موجود، بعضها موجود ولكنه لم يفعل لم يطبق. أنظمة كثيرة جدا تحارب مثل هذه الظواهر في مهدها، يعني خلينا نكون شفافين وصريحين أكثر مما تتوقع. أيام عبد الرحمن بن سعود رحمه الله وعبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، عبد الرحمن بن سعود وهو النصراوي العريق الرمز النصراوي يغير رمزا لدولة إسلامية الهلال من المئذنة ويضع ما كانه الله أكبر. أنا بودي لو وضعهم من باب أنه أبغى أجدد أبغى أسوي شيء مختلف وأحط الله أكبر على رأسي، ولكن لمجرد أنه الشعار الهلال للخصم طبعا يقول لك هذا مقابل الصحافة كانت هلالية وزرقاء. الغريب أنه الصحافة كانت مسؤولة، الفكر مسؤول، ونحن وأنا قلتها كذا مرة، لماذا نحب كرة القدم؟ جميع الشعب يحب كرة القدم لأنه المجال الوحيد الذي تستطيع فيه أن تشتم الحكام وتحملهم مسؤولية هزائمنا المتكررة. الآن يعني فكر يشتغل على أنه الحكم هو المسؤول أولا وأخيرا عن نتيجة المباراة. الصحافة مسؤولة، صحافة معروفة ومسؤولة، وبعضهم زملاء وواجهناهم بأسمائهم وبأشخاصهم أقول هذا حوف هذا خبزكم اللي أنتم كنتم تنشرونه في الصحف وتتعنصرون فيه وتتعصبون لفريقكم، ما كانت كان كراهية، كان زرعا في الكراهية، فلا تستغرب الآن من ولدك أن ينتج الثمرة اللي أنت غرستها عليها. لما كان عبد الرحمن بن سعود يصرح والصحافة الهلالية مثلا ترد أو العكس، لم يكن هناك قوانين توقف كلا عند حده. الآن نحن نجني ثمرات ما غرسناه، فما المطلوب الآن بكل وضوح وبكل لا حل، هذه ثقافة أصبحت في البلد، أصبحت ثقافة الكراهية للأسف واضحة. طيب قبل ما أتكلم عن مطلوب بس كيف فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود لكم ونكمل الحديث حول التعصب الرياضي. We'll be right back.
أهلا فيكم من جديد. نتابع حديثنا عن ظاهرة التعصب الرياضي، ويتابع معنا في الاستوديو الأستاذ محمد السحيمي الكاتب والتربوي، وكذلك الأستاذ فيصل الجفن الناقد الرياضي. فيصل، وأنت في الوسط الرياضي، هناك اتهامات لأسباب أو يعني لجهات قد تكون هي السبب وراء يعني تأجيج التعصب الرياضي عندنا. الإعلاميين الرياضيين أو إعلامي الأندية متهمين، ولما يجي واحد مثل الإعلاميين يصف بعض الإعلاميين الفريق المنافس بالدواعش على سبيل المثال، رؤساء الأندية وبالتحديد وكل صراحة لما يكونون أمراء متهمين كذلك بتأجيج التعصب، من المسؤول من هؤلاء كلهم؟ يعني هي واضحة، ويمكن لو تلاحظ بالكلمة الأولى قلت أنه إهمال الدولة للرياضة سبب من الأسباب لكل المشاكل، لأنه لو كانت الدولة عين الرقيب من البداية لأصلحت كل خلل في وقته ولن يتطور، يعني سواء من ناحية الثقافة في الثقافة يعني الرياضية، كيف أني لأنه أنت تتكلم عن علم، ما تتكلم عن والله مباراة 90 دقيقة فوز ولا تفوز أنت وانتهى الموضوع، لا لها تطورات. يعني أنا خلينا نقول بما أني متابع قد أكون يعني متواضع لما يحصل في الوسط الرياضي، أو يعني إذا وثقته في رأيي بأني متابع بدقة لكل صغيرة وكبيرة في الوسط الرياضي، أرى أنه المشكلة في المنظومة، في طريقة التعامل مع الرياضة. أرى أنه المشكلة أنه النادي غلط أنه يجي واحد يستلمه عنده فلوس ويدور شهرة. أنا يعني مر علينا في الوسط الرياضي أشخاص لا يفقهون الحارس من المهاجم، ولذلك لأنه عنده فلوس ومجموعة من اللي يرفعونه شوءاً أو متابعة أو تطويلاً، فلذلك هو يبغى يدخل هذا المجال وهم كثر. فلذلك المشكلة ليست في هؤلاء الأشخاص، هم وجدوا الباب مفتوح، أو للمطبلين لهم لأنهم يبغون مصالحهم، أو للجماهير لأنهم عاطفيين. المشكلة بمن لم ينظم هذه خلينا نقول الرياضة، أنا ما أبغى أسميها رياضة، الواجب الاجتماعي المهم لم ينظموا، جعلوا الباب مفتوحا للكل. نجي الآن ننسى الأندية ونتعامل مع الإعلام. الإعلام اللي أنا أعرف أنه سلطة رابعة وسلطة قوية وسلاح من سلاح الدول الآن المتقدمة، الإعلام سلاح من أسلحة الدول المتقدمة. أنا لا ألعب في الإعلام أو لا يعني أحاول أطقطق عليك من خلال الإعلام، أو على الأقل لا يجب علي أني أحترمك لما أطلع بهذه الشاشة أني أعطيتني هذه المساحة. إحنا لعبنا في الإعلام كثير، إحنا لعبنا كثير وحولنا مدرجاتنا من المدرجات إلى الإعلام. المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه طلع عندك جيل يقول هذا كاذب اللي يتكلم هذا الكلام، هذا كلام مثالي، هذا كلام ما يوكل عيش، إحنا في مجتمع. طيب إذا أنت تعترف بأنه هذا الشيء مستنقع، فالواجب عليك أنك لا يعني تطالب أنهم يكثرون في المستنقع الأشخاص، المفروض أنه نرتقي. يعني أنا أقول فز علي وفز عليك، لكن بحدود، ليست بحدود بأني أقاطعك أو أنه حالات طلاق أو حالات مشاكل أو ذبح صارت في بعد مباراة الهلال والنصر الأخيرة في لحسة أعتقد أو في حفر الباطن، لا مو صحيح أبد. ما في إنسان عاقل يقول أنه هذه هي متعة كرة القدم. إحنا لو نتكلم بالمجمل إحنا لسنا في الملعب، إحنا يعني لما نتكلم مع أشخاص فنيين ويتكلمون يقول ترى كرتكم من 20 إلى 30 دقيقة، 60 دقيقة هذه أو تات وطال. يعني إحنا نتكلم حتى في متعة صلب كرة القدم لم نصل لهذا المستوى، ومنتخبنا أكبر دليل. هنا في مجموعة من المشاكل. تسألني عن اتحاد كرة القدم، هو أفشل من الفشل. تسألني عن الجمعية العمومية اللي هي المفروض تكون مكملة لهذا الاتحاد، هي خصم لهذا الاتحاد، فما بالك في اللي تحت. نفس المشرعين هم يحتاجون إلى تغيير. أنا يعني من الأشياء اللي دائما يعني نتكلم عنها اللي هي نزاهة مثلا، وتدخلها في أعماق المؤسسات الحكومية من أجل أن يعني تقلع الفساد. في الوسط الرياضي في فساد ليس موجود في أي دائرة حكومية. وش نوعية الفساد هذا؟ رشاوي، أموال طائلة خارجة لا نعرف عنها يعني، وخرجت للإعلام، وعندنا ملفات كثيرة، لكن المشكلة بأنها تغلق. يعني إلى درجة حتى بين اللاعبين هذا يتهم الثاني بالرشوة، وصارت في القادسية والدرعية عندنا أمثلة قريبة ولا أحد طرف فيها. قبل 3-4 سنوات أحد اللاعبين اتهم رئيس نادي أنه دفع. فأنت أسست لي الآن ثقافة، أنت كمسؤول أسست لي ثقافة وتركت الباب مفتوح. طيب أنا أستاذنكم معنا الإعلامي أحمد فهيد من لندن باتصال هاتفي. أحمد حياك الله معنا. مساء الخير أخوي خالد، أرحب فيك وفي ضيفك كريمين العزيزين الأستاذ حمد السيمي والأستاذ فيصل جفن، حياك مشاهدي ومشاهدات القناة وسائل الخليجية. أحمد حياك الله معنا. أنت كتبت مقال كان بعنوان قنابل رخيصة لا تقتل أحد، أبعطيك أو بستقي بس جملة قلتها: ما يحدث في كرة القدم السعودية ليس تعصبا إنما هو قلة أدب. هذا صحيح، يعني هذا رأيي وأنا مستمر على هذا الرأي.
اسمح لي في عجالة. تفضل. يعني قد اختلف عن يعني عن كثيرين وقد يتفق معي كثيرين في النقطة. اللي يحدث في كرة القدم السعودية يعني لا ينصف نفسه كعاصم. هو يعني هو صنف من صنوف الأخلاق التشجيع. البداءات والشعارات والكلام والأحداث اللي تصير هي لا تخرج عن إطار كرة القدم حقيقة، هي تصرفات أو سلوك خاطئ. لو نتكلم عن التعصب انا في رايي انه كره القدم السعوديه مرت في سنوات الخلاف مو بعيده يعني قبل 10 سنوات 15 سنه او 20 سنه مرت في مراحل يعني اعصب من التعصب. يعني احنا مررنا بمرحله كانت تشبه بها انديه في اسرائيل انديه سعوديه باسرائيل، مررنا بمرحله كانوا يوصفون لاعبين بعض الانديه بانهم يعني وصف مباشر بانهم لقطاء، ووصلنا مرحله انه في ناس قالوا يعني رؤساء انديه ومسؤولين رياضيين انهم متعدين لقتل اولادهم ان يشجعوا غير الانديه يشجعونها. وصلنا الى مرحله انه تم تغيير الهلال على المئذنه الى كلمه الله سبحانه وتعالى. يعني وصلنا الى مرحله يعني تمت فيها الرياضه لدرجه انه احيانا في لاعبين تم تهديدهم، لاعبين تم الاعتداء عليهم، لاعبين تم سجنهم بدون وجه حق، والكل يعرف هذه القصه الرياضه السعوديه. هذا تعصب عظيم، هذا هو التعصب، هذا هو الذي يقال عنه ليس رياضة. هذا لعب خارج الميدان بالنفوذ وبالسلطة وبالقوة وباستخدام كل الوسائل المتاحة في هكذا. من اللي يلعب خارج الميدان يا أحمد؟ طبعاً اللي يلعبون خارج الميدان، الإعلاميين يلعبون خارج الميدان، الأندية يلعبون خارج الميدان، اللي يدعمون الأندية يلعبون خارج الميدان، اللي صاحب التسمية أعضاء شرف كلهم يلعبون خارج الميدان. أحياناً ما يكون حباً بالنادي بقدر ما هو يعني لأنه يشعر أن يخوض حرف آخر مع عضو شرف آخر أو مع رئيس نادي آخر، فبالتالي المعركة يعني إلى الجمهور، والجمهور يتحول يعني يستخدم السلاح المتاح له اللي هي البدعات البسط اللعن الشتم. اليوم أنت لو تقوم بزيارة إلى أي ملعب تحضر المباراة من اليوم يعني من بكرة لو تروح ملعب إلى أن ترجع إلى قبل 50 سنة من بداية الرياضة عندنا، ونفس البدعات تستخدم في المدرج ونفس الألفاظ ونفس الحركات ونفس يعني هي قلة أدب. يعني إذا إحنا بنعالج الوضع إذا علينا إعادة تربية أنفسنا وتربية الناس الجديد فيما يتعلق بأنه هذا المدرج يجب أن تذهب له وأنت على خلق كريم، أن لا تشتم مسلما ولا تقذف مسلما ولا تلعن مسلما. هذا سلوك إسلامي وهذا سلوك يعني حضاري ومثالي، لكنه أبدا ما يتوقف مع كرة القدم. كرة القدم هي مجموعة من الانفعالات مبهجة والمنفعلات الغاضبة يفرزها الشخص، كل شخص بحسب يعني ما يخزن داخله من حفل الفاضيه. اذا احنا بنناقش التعصب انا استغرب انه ليه يركز على التعصب تحديدا لكرة القدم. المجتمع هو عبارة مجموعة من المتعصبين في كل النقاشات وبكل الاتجاهات وبكل المجالات. لما تاخذ حوار ديني تاخذ التعصب، لما تاخذ حوار سياسي تاخذ التعصب، لما تاخذ حوار اجتماعي تاخذ التعصب، الكل متعصب للرأي، الكل متعصب لجماعة، الكل متعصب لقبيلة، الكل متعصب لمدينة، الكل متعصب لمنطقته. على المستوى السعودية كلها على مستوى الخليج بشكل عام، أنا ما أدري عن العرب يعني ما في قياس الخليج بحكم أنه يعني يتشابه معنا في طبيعة الحياة بشكل عام وفي طبيعة السلوكيات والعادات والتفكير. احنا مجموعة من المتعصبين. ليه الرياضة تحديدا اليوم نبغى نصرح عليها أن هي المجتمع الوحيد الفاسد والخرب الذي يجب ان يتم اصلاحه؟ لا يا حبيبي، انت تريد ان تعالج مشكله عليها من جذورها. عد الى البيت، عد الى المدرسه، عد الى الشارع، واصنع ثقافه احترام الاخر، التعبير بطريقه مهذبه وجيده. انا بس اقول اساس يعني ما اكون غير منصف، انا حقيقه ارى انه الوجه البادي او اللي مبين من التعصب انه يجب ان نحاربه اللي هو الحقوق العنصريه، هذا هو فعلا تقدر تقول عنه انه وجه موجود التعصب البارد عنده ويجب ان نحاربه. شغله ثانيه، انا اهنيك يعني بالاعلاميين ولا اوجدت نفسي يعني ولا انفي نفسي من هالدائره، انه احنا يجب ان نقود هذا المجتمع الرياضي اللي يقرا لنا اليوم او اللي يسمع لنا الى ان احنا نستخدم الفاظ مهذبه، نتحاور مع الاخر برقيه وباحترام، حتى على الاقل انا عاوز على السلوكيات. اليوم للاسف لما تدخل تويتر او تفتح القنوات الرياضيه تجد انه كثير من الاعلاميين او المحسوبين على الالعاب او الكتاب الرياضيين او النقاد الرياضيين تجدهم اليوم هم الذين يقودون هذا المدرج نحو ما اصفه انا مكلف الادب. شكرا احمد الفهيد الاعلامي والكاتب الصحفي على هالمداخله. انا باخذ تعليقكم واخذ رايكم، لكن استاذنكم بفاصل قصير وبعدها حنكمل.
يا أهلا فيكم من جديد. نكمل حديث عن موضوع التعصب الرياضي. سيد محمد، خلينا نصل للحلول اللي قطعتك فيها وانت بديت فيها. كيف يمكن فعلا أن يكون لدينا حلول واقعية عملية على أرض الواقع تشترك فيها كل الجهات لمواجهة التعصب؟ نعم، قبلها إذا سمحت لي فقط استطرادا ومزيدا على كلام الزميل الجميل فيصل، الفساد أين هو؟ يعني الفساد ما في أوضح منه في الرياضة. هو قال إن كثير من الرؤساء وأعضاء الشرف لا يفقهون في كرة القدم شيئا. أنا اسمح لي أقول كلهم، وإن زعلت أقول جميعهم بلا استثناء لا يفقهون في كرة القدم شيئا. الفساد الإداري لا يعني الاختلاسات، الاختلاسات هذه موجودة وبأشكال وبفواتير ما تقدر تمسكهم فيها، ولا نزاهة اللي أنا دائما أسميها ما يمكن تضبطهم فيها. الفساد الإداري في الإجراءات، في القرارات اللي نتخذها. رئيس الاتحاد كرة القدم أحمد عيد، وأنا أهلاوي وكان حارس الأهلي وأنا متعصب للأهلي، رئيس الاتحاد هل وجدت فكرا رياضيا واحد يفهم في كرة القدم يأخذ يجيب مدرب لمدة أسبوعين أسميها بالإيجار المنتهي بغير التمليك، أجيب كوز من أسبوعين؟ يعني زمان كان نسخن يا ناصر الجوهر، يعني ولدنا على الأقل، لكن أروح أجيب كوز من محترف أخذ كذا مليون في الأسبوعين هذه؟ وأنا أعرف تماما أي واحد يفقه في كرة القدم يعرف أنه لا يملك عصا سحرية، ما في مدرب يملك عصا سحرية. اللاعبون يحتاجون إلى إعادة تدريب، والبرازيل الآن فريق صار أسوأ من العادي من كثرة التقلبات عليه، لأنهم بالمناسبة سعودناهم، البرازيل ترى زين هياطين. شوف الفكر الأوروبي. إذن الإدارة عندنا سيئة، التكوين، الثقافة هذه من أين جاءت حتى نصل إلى الحلول؟ الثقافة الرياضية، ثقافة التعصب، ثقافة الكراهية موجودة من جيلنا للأسف. وأنا أقول الفيصل وجيله، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا. هل من الصدفة في سنة من السنوات في الثمانينات الميلادية تحديدا 7 جرائد عندنا كل رؤساء التحرير جاءوا من الأقسام الرياضية؟ هل هي مصادفة؟ وإذا كانت مصادفة كيف لمثقف أن يقبل مع وافر تقديري واحترامي أن يقود عقلي وفكري، يتحكم في كتاب الرأي ويتحكم في الأدب والشعر والثقافة، يتحكم فيها رجل جاء بهذا الفكر المتعصب المبني على الرياضة على الكرة ويتحكم فيه؟ أنا مثقف رضيت، إذن المثقف أيضا مسؤول معهم، لماذا قبل بهذا الوضع؟ فإذن المسؤولية جميعنا مسؤولون. الحل الآن بيد الله ثم بيد سلمان بن عبد العزيز. أقولها، الملك سلمان المطلوب منه، يعني هو لم يقصر وأعلن قبل أسبوعين تقريبا أنه بإمكانك أن تشكو الملك نفسه وتشكو أصحاب السمو الملكي في المحاكم الشرعية، وأنا أشهد وأقسم أن هذا موجود منذ كان الملك عبد العزيز، وأن الملك سلمان صادق ولا يسوق إعلاميا ويتاجر بهذا الكلام. لكن يا سيدي المطلوب الآن، الفوضى انتشرت، لم يعد الموضوع بأيدينا. التعصب الآن بسبب الوسائل الحديثة الآن أصبح في يد كل واحد قنبلة وفي يد كل واحد جهاز إعلامي. لا بد من قوانين تضبط هذه الأمور أو إحياء القوانين الموجودة فعلا لضبط هذه الأمور، الكراهية، الطائفية، التعصب، لا بد من قوانين. وسلمان بن عبد العزيز قادر عليها وفعل وبدأ حكمه بهذا. ولذلك أنا أقول أننا بعد فترة إذا كان العثمانيون يفخرون بسليمان القانوني، سلطان سليمان القانوني، فسنفخر نحن بسلمان القانوني. القانون الآن والقانون الرادع الصارم السريع التنفيذ لا يقبل التأجيل ولا يقبل، وعلى الجميع طبعا. أول ما فعلها الملك سلمان حينما منع سمو الأمير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود من التصريح والظهور، عاقبه هو. هل تجرأ أحد بعده وفعلها؟ لم، خلاص أدبت كثيرا من الناس. فلذلك القوانين مؤدبة، القوانين رادعة، إن الله يزع بسلمان ما لا يزع بالسلطان. المطلوب قوانين وتفعل فورا وتفعل على الجميع بلا استثناء. وبالمناسبة فقط أنه الأمير غفر الله له، أمير المدينة عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله، بعد 8 ألمانيا الشهيرة، الخيبة اللي ما مرت علينا، بعد 8 كون شكل الأمير عبد الله بن عبد العزيز في ذلك الوقت لجنة برئاسة سمو الأمير عبد المجيد، استمرت سنة كاملة
وأوصل وخرجت بتوصيات عظيمة من ضمنها أشار إليها الأخ فيصل، أنه لابد من تطوير القدرات الإدارية، الفكر الإداري لا يسلم لأي أحد، لابد أن تهتم الدولة به. جميل. أنا أرجو فقط أن تفعل التوصيات الآن من جديد. طيب فيصل، الحلول. خلني أقول قبل الحلول، لأن الحلول سهلة يمكن قالها وأنا أتفق معه بأنه هذا هو الحل، لكن أقول قبل ما نتكلم عن هذه، يعني أتذكر في أحد الدول الكشف عن الدولة المستضيفة أولمبيات 2016 أعتقد. الحضور اللي كانوا موجودين رئيس وزراء تركيا، رئيس وزراء البرازيل، رئيس وزراء اليابان، رئيس وزراء الدولة الرابعة اللي كانت منافسة ما يحضرني الآن، ولحظة الفرحة ألمانيا أمريكا أعتقد يعني أتوا على وفد عالي، هذا اللي أنا باصله، واللحظة اللي فرحت فيها الدولة وإحنا نشوفها في كوس العالم، تشاهد الرئيس الدبلوماسي صاحب البروتوكولات العالية اللي ما يتحرك من الكرسي إلا بخطوات ومطلوب منه، ينسى شعوره ولا تنسيه هذه الشعور إلا كرة القدم، فهي ليست لعبة. جاك شراك 98 قفز من كرسيه، ملك الأردن قفز، جميع رؤساء، وكان متوشح شعار دولي، الشيخ محمد بن راشد أتذكر يعني اللي أنا أعرف شخصيته، إحنا طلعنا من الدنيا وإحنا نعرف أن قادتنا لديهم بروتوكول، أتذكر في الإمارات المباراة اللي فازوا علينا قفز قفزة إلى الآن بالنسبة لي عالقة في الأذهان. اللي أبغى أصله أنه كرة القدم ليست كرة قدم فقط، أو الرياضة ليست رياضة فقط، بل هي لولاها ما عرفنا البرازيل اللي هي صاحبة كرة القدم الأولى. أنا بجيب مثال وما أبغى بعد، أنا بتكلم عن نفسي، أنا كنت في أحد البرامج إلى فترة قريبة وقد يكون من أنجح البرامج في بنظام حصري، أشهر البرامج، أكثر متابعة، في مردود مادي حتى على الصعيد الشخصي شيء مناسب لي، لكن بعد الحلقة لكن إذا تدخل على ردة الفعل في الوسط الرياضي، لأنه يتطلب منك أن تكون متفرق ذهنيا، يعني كليا ذهنيا لما يحصل، أشياء تصيبك بالجنون إذا تابعت كل ما يحصل، أشياء تصيب بالجنون. وصلت إلى مرحلة رفعت التليفون على وليد الفراجي، يا أبو بدر أرجوك داخل على الله ثم عليك اعفيني يا بطلان، أشياء لا تصدق. أنا أبغى أوصل هذا الشعور للقادة لأصحاب المسؤولين، ما يحصل قنبلة، أنا أتكلم من ردة فعل الجماهيرية، من ما يحصل من بعض الإعلاميين، مما يحصل، أنا ما أتكلم يعني كبرنامج أكشن، لا بالمجمل بصفة عامة، يعني ما يحصل في رياضتنا يصيبك بالجنون، لا أوقات تتكلم شرق ويردون عليك بالغرب ويتهمونك بأنك يعني تصل بالأخير، كل واحد له مشاعر، أنا ما أرضى أنك تخطي علي، وما أرضى أنك تتهمني زورا، وما أرضى أنك تركب علي أشياء، فإحنا نقول انقذوا ما يمكن انقاذه. الحل الوحيد بالقادة، بالمسؤولية، أنه نعرف بأن الرياضة الاهتمام فيها راح يوفر على أشياء كثيرة، والرياضة قال فهد بن عبد العزيز عام 94 قبل هذه الثورة المعلوماتية، قال للاعبين بعد ما جوا من أمريكا، أنتم 11 لاعب سويتوا أشياء ما سويتها وزارات ولا راح تسويها. فهذا الفكرة اللي أنا أحتاجها. جميل. لكن مو معناته أنه أنا أهتم وأجيب الأشخاص اللي ما يساعدوني على النجاح، جميع من هم في المنظومة حاليا لو الأمر بيدي ما أصبحوا وهم مناصبهم. باختصار حتى الاتحاد السعودي هو على رأس القائمة، برغم يعني الاحترام، برغم بالاحترام، لا أنا أتكلم الآن من واقع ما أشاهد، لا أجد من حتى من عنده قابلية للوطنية وأن يعمل بوطن لا يجد المناخ المناسب لا بهذا العمل، لأنه جميع المسؤولين الموجودين، ولد عمتي، ولد خالتي، قريبي، صديقي، ضبطني ضبطك انتهت السالفة. بالأخير منتخبنا الآن اللي احنا نصايح من 2011 وانشرع عليها الأمير سلطان بن فهد بسببها اللي كانت في الدوحة، إلى الآن ما عنده مدرب. شو من 2011 هذه إدارة. طيب فيصل، لو تحط عنوان منشيت توصيفي لوضع المنظومة الرياضية بشكل عام، فوضوي بقمة، يمكن ناخذ جائزة جينيتس بالفوضوية، ما يحصل في الوسط الرياضي سواء أندية، منتخبات، إدارة، رئاسة عامة لرعاية شباب، فوضوية من A to Z. وللأسف أني أقول هذا الكلام، لكن عادة مثل ما قال قبل الحلقة أستاذ محمد، يقول أول مراحل علاج أي مشكلة يعترف بها بوضوح، أنا أعترف من وجهة نظر. جميل، شكرا لكم الحقيقة، أثريتونا في هالموضوع، ونتمنى الحقيقة أن يكون صوتنا قد وصل للمسؤولين. نحن أمام الحقيقة مشكلة يجب أن نقف فيها بروح الوطن وحب الوطن وخوفنا على الشباب والنشأ، وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما التقى بالمسؤولين عن الرياضة. أشكركم، أشكر أستاذ محمد السحيمي الكاتب والتربوي، الشكر موصول بعد أستاذ فيصل جفا الناقد الرياضي. آخر كلمة، وأتمنى أن ما تفوتني.
قال كلمة عن الأمراء. إيه؟ أنا أقول لا يدققوا عليه، وإذا في أمير يبغى ينزل للوسط الرياضي يمسك منه من إذنه، يقول يا إنك ترضى يصير لك مثل ما يصير لغيرك، ولا ترى ما راح يعمله الكمير، ولا لا تدخل. هذه أهم نقطة. شكرا شكرا لكم. فاصل قصير وبعد الفاصل لنعودة.